لا انا ماليش في الميه، انا هوائي بس. طب الابيض ايه؟ ماليش فيه. انا بقى ليا اخر حاجه بجد. طب تعال. ما تحكيش يا سادة. ما تقومي تجربي، دي دماغها جامده قوي. لا يعني لا سيبيها براحتك. انما انت كنتي مختفيه فين الورديه؟ انا اول مره اشوفك يعني. ما انا ده يدوبك تاني عرض انا بعمله. يعني انت اصلا بتعملي ايه؟ انا في كليه خدمه اجتماعيه في سنه تانية، بشتغل اعلانات وكنت بعمل كليبات. انت عارفه ان معظم المغنيين زبايني هنا؟ ده هاني مازن كان لسه عامل عيد ميلاده هنا من كام يوم. يا جماعه ده مزد السنين. الالبوم الاخير بتاعه حلو قوي. خدي الكارت بتاعي، كلميني اي وقت عايز تيجي انت وصاحبتك. وما ينفعش انا وصاحبي؟ انت كل حبايبك يا ستي. بس انتوا بتعملوا ايه هنا؟ احنا كنا نشرب جنتين يا ناديه. في ايه؟ جوينتين ولا لاينين؟ ترى مدام مقار عارفه ان انتوا بتشدوا؟ ناديه انا والله العظيم ما بشربش. لا ناديه دي انت تقوليها لي هناك واحنا بنعرض، انت هنا تقولي لي انسه ناديه، فاهمه؟ في ايه يا ناديه؟ البنت فعلا ما شدتش كوك، دي خدت نفسين من الجوينت. عارف ايه احلى حاجه فيك يا فؤاد؟ انك ما بتحبش الظلم، بالذات ظلم المزز البيئه دول. بس انا بقى ظالمه ومفتريه، وهقول للست اللي مشغلاكوا دي ان انتوا الاثنين بتكاكينوا بنات ضرب. نادي انت ليه مش مصدقه ان انا ما بشربش حاجه؟ يا جماعه ممكن تسيبونا دقيقتين لو سمحتوا. انت سكرانه وبتهيسي يا ناديه صح؟ كمان؟ اه كمان. في ايه؟ من امتى بتتعاملي مع الناس كده؟ انت اللي خليتني اتعامل مع الناس كده من طريقتك دي، ما انا كل ما انا بخش هنا اقفشك مع واحده شكل. تقفشيني؟ ليه؟ دخلتي لقيتينا بنعمل ايه؟ ما كل واحد كان قاعد على كرسي. هو ده اللي كان ناقص. هو ايه اللي جابهم هنا اصلا؟ امير كان عايز يشرب واحده نفسين ويخلي الثانيه ترفع لاينين. يا سلام، وانت جاي وراهم طبعا. ما امير كان ياخد مفتاح ويخش هنا ويعمل فيهم اللي هو عايزه. يا بنتي انا كده كده كنت داخل عشان اشد لاينين، كانوا هم قاعدين هنا. وحبكت انك تسيبني بره معالي عشان تخش تتنقل تعمل ده دلوقتي؟ ما انا قلت اسيبك تترقصي وتتمرقعي للسكرانين اللي بره براحتك. ما انت عارفه بقى رفع القرون كتير بيتعبني. لا يا شيخ، ده على اساس ان انت ايه اشرف راجل في البلد؟ انت فاكر ان انا مش عارفه انت ايه بجد ولا ايه؟ ما تمدش ايدك عليا تاني. فؤاد عايزه اطلعي لاهلك وشك كله دم.